Okay, hello everybody and welcome to a new video. Here we have a new video, guys. Mod folder finally. بعد خمس سنين 200 عام I think. Guys, اليوم mod folder بعد ما 100,000 كومنتير mod folder من قبل مش من تو. So ندخل طول من غير ما نكسروا ريسو بعض. Let's go. So guys, قبل ما نبدأ في المودات كل شيء فما مودات بانيبل في هاي بيكسل. So كل مود مش تشوفه امشي معناها عامل اللي يطلع في هاي بيكسل فورم نتاعهم وشوفوا كان بانيبل ولا. ونبدأ بالمودات طول يعني مانيش نعمل لكم توتوريال الكل يعني ما مش نعطيكم اغلب المودات يعني هما 35 مود و 34 حاجة من كيك حاسين ما بين 35 و 30 مود. So عندكم المودات الاولانيين اللي هما فما كعبات الاوبتيفاين يا اوبتيفاين وميموري فيكس و برشا كعبات اخرين اللي هما حكايات ما عندهمش مش كيما الكي ستروكس وك الجو يعني فهمت كيف جايز. عندك من السايد بور مود عندك الباونز ارمر اتش دي بيتا سبرنت مثال بيتا سبرنت و شو اسمه وال شو اسمه الميموري فيكس والاولد انيميشن مثال هذوكم والبروجكت الال هذوكم حاجات يعني ما غير توتوريال يعني ما هيش كي ستروك لازم كوماند يعني تركبوا كو عندك الماوس ديلاي وشو اسمه الميموري فيكس والاوبتيفاين وكل جو هذوكم حطهم في المود فولدر نتاعك وما يهمكش فاهم باش يعاونوك تريف وحكايات هكا. وعندك المود الكي ستروك عندك تكتب سلاش كي ستروك مود يطلع لك هذا الكي ستروك ومعاه الاف بي اس يا ومعاه السي بي اس يا اف بي اس والسي بي اس والكي ستروك. عندك من الباك جراوند كي اب يعني وهي هكا كما تشوفوا الباك جراوند كما تشوفوا جايز جرين كذا بلو. عندك من الباك جراوند كي اب هذه مسك يا هذه بعد تجي تنزل فهمت بس يا تجي تنزل فيها تظهر سو خليها هكا كيف تظهر هذه تكست تكست يعني زيادة دبليو في الجو هذوك سو حطها مع يب ليتس جو هكا على السريع ركعة نعطيهم كمثال جايز. عندك من سكيت ما غادي تحطها 100 الفايد هي تشوف مثال تحاول يعني والنظر تطلع على الابيض تحط هيك يتعدى سلو عن فمك سموث ثريف كون بعتي لي الكي مود تكتب سلاش لا نوت كي ستروك سوري جايز كي مود يعني الكي مود هي انتهت هذي ما نحبش نمسها باخذ مش تبدل البلاصه سو الكي مود هذا بحر مش بحر بحر يعني اتس ايزي يعني باش تعمل عليه ايديت كما تشوفوا اصبر اني وين اي دون نو اني وين سوري جايز هذه الباك جراوند اللي تحب تبدلها فهمت جايز ما عرفش على روحي شعملت يعني بالضبط يا يا هذه الباك جراوند مثال تحب تبدل فيها منه يا تركع هكا مثلا نحطها بلوك اوكي مش لازم بلوك غير ما تحط بلوك سو كيف نركع البلوك ارنو تك يا بلوك وتهبط لنا تظهر لك الفاتحة طريف والسي بي اس عندك منه السي بي اس نحب نركعها طريف نعملوها ريد نرد غامقة طريف هكا من ريد ولا جرين ولا يلو والكل يعني عندك من شو اسمه هاي السكند جايز تختار كتيبة يا لازم ادي تكست ادي تكست تحط الكتيبة لنا وتختارها كان رينبو هذي تحطها رينبو مش رينبو تحطها بولد يعني كل بولد يا كل منفوخة طالعة راح تصير ورم في الشيت اوكي هذاك هو البريسك الكي مود ويشوف حواريك سورية كيف تتحرك يا انا يعني ندور هيك يا وعندكم بعد المود هذايا عندكم مودات داخلة بعضها جايز سو مش معناها مش عامل لكم مش المودات الكل كيما قلت لكم يعني كعبات كعبات انتم مازلتوا تكتشفوا خاطر 35 تحب لنا سيري كاملة نحن نعمل الغدو نحن نعمل في تيتوري او فيليجر اخرى اوكي عندكم البرسبكتيف اللي يخليك برسبكتيف هي 3 دي يا اللي هي تمشي تركح في الاوبشن هير برسبكتيف يا لا تقدر برسبكتيف يا تحط الكي نتاعك وكو يعني مثال حاط الجي هذه هي سو عندك السايد بار تكتب سايد بار مود تتحكم في البار معناها اللي السكور بورد سامي يا السكور بورد اللي على اليمين تركع فيها تحط شادو ريد نمبر حسيت تصرف هكا ريسيت سايد بورد تبدلها من لولو جديد تشانج باك جراوند تركح الخلفيه نتاعها وفيها كل شيء سو المود اللي بعده هو المود بلوك بارتيكل ولا يا اي ثينك بلوك بارتيكل هو يحط لك بلوكات 3D 3D وهو جايز في جيجما ياسر اني صبيته كيك وخليته ديفولت سو عندك الكنترولز نتاعه وهي ذوما فانسي بلوك بارتكل يا انيبل ولا ديزيبل معناها تحب تسكر ولا تحل يعني مانيش حاط جملة عندكم هذه اوبن منيو اوبن منيو بالبي يعني نزل بي تحلك المنيو ذا يزيد تشوفوه يعني ما فهمت منه شيء سو حطي خليت كيك يعني عاجب نجم تفريزيه يعني تخليه هيك ما يتحركش مثلا حاط الكاي خليه كيك تعمل هيك يرجع يتحرك سو نتعدى المود اللي بعده اللي هو الكومبو ديسبلاي
كومبو ديسبلاي هي هذه تش تكتبها كيما تحب يعني حاطك الاورا ولا اي واحده فوق هذه الفورما نتاعها بين قوسين تكتب اي حاجه هاي تنزل عليها. المهم خلي الدياز، الدياز هي الرقم نتاع الكومبو يعني قداش ضربته بالمره. ثاني تمش نحولها اورا مثال ونعمل دن وتحول اورا في عوض كل اورا و something like that ركح جوك. المود اللي بعده اللي هو وينجز مود تاع جناحات روما جناحات يا سو تكتب سلاش وينجز مود يتحرك الوينجز مود نجم تكبره شوف دراجون على حال يا ومن انيبل ديزيبل كولر تنجم تحطو كروما تنجم تركحو كيما هناك يعني حاطو على شكل السكن نتاعي سو كل شيء مليك. عندكم جايز المود اللي بعده اللي هو سكن سويتشر اي ثينك مش متاكد سكن وكيت في نفس الوقت يعني نجم يعني نحط نحطو لاتنسي مثال فايت اللاتنسي وتنزل بريفيو سكن وكونفيرم سكن اوكي نايس ولا سكني ولا سكني سكن لاتنسي ماذا يعني تشوفها كان انت فهمت كيف جايز يعني ما يشوفوهاش عبد الخريط تنجم تبدل بها سكنك اما ما تشوفها كان انت سو والبارتكل هذه جايز هي تابعة الفانسي بارتكل مود اوكي باك رجعت لكم جايز بعد ما زدت بربشت للمود سو تمشي للثلاث سكنز هذه طفيهم جايز هذه حاجة غالطة وتمشي والاكستريمنتال معناها الاخرى ما تعطيكش الاوبتيفاين كيب كما حسيتها تعطيك اوبتيفاين برك ولا ما فهمتهاش تمشي اوبتيفاين يوسلس وتكتب الاسم نتاع البلاير اللي تحب تاخذ الكيب نتاعه يعني نكتبوا مثال لاتنسي لاتنسي تكتبها ماجسكيل يعني ال اللي هو لاتنسي اسمه ماجسكيل ال تكتبها كيما هي باش يطلع لك السكن ونعملو بريفيو سكن هذا السكن نتاع ال وكونفير كيب ويجيك الكيب نتاعك ونايس تعمل لك مثال سكن تكتب جيم فور بلاي وبريفيو سكن طلع لك هذا السكن نتاع السيد ديتا ليتس جو اوكي جايز الباك المود صفر المود اللي بعده جايز هو فانيلا انهانسمنت فانيلا انهانسمنت هذا مود مش عادي مش عادي سو جايز مثال كيما تشوفوا عندي شد جرانيت تاني كيما تشوفوا اللوطه فوق الهوت بار يطلع لي 128 اللي هي 64 مع 64 هذيك مثال يعني وعندكم واحده اخرى تنجم تكتب اي كونفيج يا ويطلع لك هذوما الكل بحر شوفوا على روحك جايز معناها تنجم تبدل السبرنت فوف كان انت تحب سبيد فوف كي تاخذ بوشن حطو صفر باش ما يبدل لكش الفوف نتاعك والسلونس كيف كيف ما يتبدلش الفوف وكل شيء هذي وورنينج كي دراعتك تقلب تكسر تجيك وجوك كل شيء مليكل شو ديستانس برشا حكايات جايز فما حكاية اخرى زادا سباون بلود بارتكل و بلاي ساوند وين يو كليك اون ذا انتيتي اللي هي جايز وان سكند عطينا سورد وكما تشوفوا جايز بتسمعوا يا يا الميوزك ال دق 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 يا ذات از ات وكالبارتكل هذيك البارتكل اللي تجيكم سباون بلود بارتكل تبدا كل احمر صغير ما يدورش هذاك ينحيه من كي زوز مودات يتقابلوا ما يتقابلوش مع بعضهم حسب الجافا نتاعهم ما تقابلش مع بعضهم الكودينج نتاعهم اللي هو الفانسي بلوك بارتكل والمود هذايا ما يتقابلوش ولذا البارتكل تولي ما تظهرلكش على خاطر فانسي بلوك بارتكل عنده ما نعرفش كل بارتكل طول فهمت هذايا يعني حاطها نمبر 5 ار ان او شنو هي بالضبط سو فانيلا انهانسمنت كيما قلت لكم اي كونفيج في برشا ميزات كي تنزل اف 4 يطلع لك الكوردينيشن والسيرفر في الوسط والميموري مثال يعني حاط 2.5 رام للماينكرافت يستعمل كان في 16 هو طوب المية وعندك مغادي الكوردينيشن يقول لك ايست و ويست وك الجو ذا كل وعندك سادة واحدة اخرى تكتب سلاش كوردز يطلع لك احداثياتك يعني تكتب انت طول طول احداثيات هاد بك تمشي تبدا في يو سي تكتبها كوردز معناها يبعث مساج طول طول يبعث مساج مش طلع لك الكوردز نتاعك يبعثها كمساج المود اللي بعده اللي هو الاولد انيميشن للبلوكات هذه والروت يا الروت تبدا طالعة خطر الواحد بس ثمانية رود معقد ريف عندك منه تاب ليست تبدلهم تمشي يعني هيك انيميشن والرود عندك منه البو كيف تشوت وكل جو هذاك الكل سو وقس مود اخر اللي هو سيرفر ان جيم سيرفر سويتش سو اذا يطلع لك لسته سيرفر تولي في اي سيرفر مثال اوكي جايز مثال نحن تو في اي بيكسل نجم انت في اي بيكسل تدخل اي سيرفر اخر في نفس الوقت انت حل كنادي سو فهمت كيف جايز هذيك هي الان جيم سيرفر سويتشر يا وجايز مود اخر اللي هو ان جيم اكونت سويتشر اللي هو هذا يا
معناها تبدا انت لنا تنزل هذه وتعمل لوجن اوف لاين مود هذه كاينها كذا كيف جايز تعمل اد اكونت تكتب كذا كذا تكتب اللي تحب عليه تعمل اد اكونت او ذا اكونت يقول لك وتعمل لوجن كذا كذا اوف لاين مود هو مش اوف لاين مود يخدم في اونلاين يعني فهمت شو خادمينها في نفس الوقت ما مش فاهمين تنش بتدخل وتحسبني داخل يعني تو بالاسم هذا ما مش باسم جيم فور بلاي سو و جايز فما مود اخر زاد اللي هو الايموجي فاي يا ايموجي فاي اللي هو كي تضرب عبد تحفي عبد كومبو مثال لاني حاط تضرب ضربتين تب تظهر الايموجي في وجهه كما شفتوها في فيديوهات تعرفوها يا هذه تحول البوزيشن تاعنا نصحكم ما تبدلوهاش حط هذه تسعة وكهو ما كانش تولي ما تشوفش وجهه العبد تولي معاق طريف حتى ثمانية مسارج تصغر تولي في وجهه والتايم قداش تقعد هذه يعني بعد ما تضربه بعد اللي ما تتنح يا وعندك بعدها جايز اللي هي الكلير جلاس كلير جلاس تحطها ريجولا ولا اول ولا كل شيء جايز كي تولي ريجولا يعني كي تولي الكلير جلاس السكند كما تشوفوا جايز يظهر كان الاتش يعني الحافه نتاعو تظهر بالابيض هكا هذا معناها الجلاس تاع المود هذايا اوكي يعني كان هذايا فيه هكا خطوط في الوسط ولا حاجه البولر ينحي هو اللي تحطوا ريجولا معناها ينحي لك البولر هذايا اما كي تحط اول الكالر معناها اليلو جلاس والريد جلاس وكل يولي ترانسبارون معناها كاينه بارير بلوك ما تشوفوش الجمله يعني. اوكي سو يعني تمشي تحط اوف فجاه ثاني يبدا قدامك بولار تقول وين البولار و جايز نتعداو المود اللي بعده اللي هو ارمر اتش دي يا ارمر اتش دي هذا هكا تظهر لك منه يا اللي هو تكتب ارمر اتش دي وتركح على روحك يعني تعمل اديت مودلز تعمل اديت مثال اوكي جايز يعني المود مجلتش عندي هو ممكن تعمل اديت اي ثينك تحركه يا ماني مجلتش ما حبش يتحرك تحرك لي مره كي جات عاود نركح فيه جايز زاد يحط لك الايتم اللي انت شاددها يا انا يعني مجلتش عندي ما حبش يبدل جربوا انتوما واعملوا اديت وحاولوا له من بلاصتو سوا طيب يتحل يتحول وعندكم سمبل سمبل اتش يو دي وسمبل كونفيج سمبل كونفيج يعطيك انيبل هذه تبع اورانجز اولد انيميشن هو خادم الاولد انيميشن لما نستعمل في الاولد انيميشن مش تاعو الاولد انيميشن تاعو تحسها ماهيش صح هذه تخليك تاكل وتضرب في نفس الوقت انا فيك امين القبر كي تاكلها اماني المود هذا مانيش مستعمل فيه خاطر تحس البلوكيت نتاعو ماهوش صحيح يعني الضرب فما فرق كي تجربوها بالزوز فما فرق كيما قلت لكم فما سامبل كونفيج وسامبل اتش دي هذه هي جايز عندكم من نجم تحول يا هذه تحولها وهذه الدروع سو ما نحبش نربشهم معناها تنجم تستعمل زوز موديات حتى لاني هذه هذوما نحاها ماني من السامبل كونفيج يعني نحاها خاطر عندي الباونز ارمر اتش دي سو ما حشتيش يا بالنسبة للمود الاخر جايز اللي بعده سو اللي هو بلوك اوفرلاي اللي هذه الزرقاء تكتب سلاش بلوك اوفرلاي وتحولوا فل ولا الحق الايدج هكاو كيما تشوفوا من بعد اللي عندكم من الكالر تنجم تردوا جرين بلو از يو لايك عندكم من الالفا هذه معناها ترانسبرنسي اي ثينك يا وعندكم من كروم عندكم جايز البارتيكل مود اللي هو تكتب سلاش بارتيكل مود مثلا نكتبو خمسة اللي هو يزيد يرد لك البارتيكل يردها كبيرة يا كيما هكا جايز شوف تطلع برشا بارتيكل يا ممكن نحطها واحد جايز تطلع يعني ديفولت يا وفما المود اسمه شاربنس بارتيكل اي ثينك كي تضرب تطلع بارتيكل نتاع شاربنس يعني ما يخدمش على خاطر مش ما يخدمش يخدم مع البلاير كتب تضرب في بلاير يخدم اما مع الكو في الجو ما يخدمش معايا خاطر بلوك اسمه بلوك فانسي بلوك بارتيكل هو اللي دخلها بعضها الكودينج نتاعو دخلتها بعضها هي وبلود بارتيكل زاد عندي مود اخر اسمه اللي هو تمشي تركح الكونفيج نتاعو تمشي مود اوبشن وبالتالي تمشي المود نتاعو تكتب بلود كيل افكت بلود كيل افكت تعمل له كونفيج تخليه بلاير اونلي ولا انيبلد تطلع لك هيك البارتيكل تعرفوا الجولد ديفيجن هذيك ما تربح يعطيك بلود كيل افكت هذيك تنجم تزيدها مود اما باناي بالراي في ابيكس سو استعمل كيل افكت نتاعك ما تحطش ما تنحيش كيل افكت وتاخذ معاهم الكن على هذه تنجم تتباين سو وهي والبرسبكتيف اي ثينك زاد باناي انتم جربوهم ما تستعملوهمش يعني حطوهم في المود تاعكم ما تستعملوهمش خاطر تكسب
شنو معنى لخاطرك نعمل موديل سبيسيال. وجايز عندكم تشانك ايج تعرفوا تشانك 16 في 16 كي تنزل اف 9 جايز يطلع لكم كتشانك ايج معنى هذه للفاكشن كنت نستعملها سو يحسب لك اللي كي تجي تكليمي تكليمي السيدة غاية وتكليمي تشانك غاية وحده أنا تسكره يتحلك الأحمر هو وبالتالي تكليكي مرة أخرى على اف 9 يتحلك الأخضر yeah. That is it guys. وعنا مداخر اللي هو pink tag mode guys. ايش pink لا بس ايش pink what the fuck اي guys مع العلم yeah. vanilla enhancement فيه slash pink عديكم معلومات عليه slash pink فيه slash name slash name game for play folk table اللي هو البلاي معناه الاسم ذاك ما هوش مبدل يعني كان جي عبد عنده بدل الاسم يعني يعطيك الاوريجينال نيم ويحطك الاسامي الاخرين تحتهم وقتاش بدلها في نفس الوقت مربوط شويه بنيم ام سي سو الموقع هذاك مربوط ب مربوط بنيم ام سي حاسيه عندكم كما قلت لكم سلاش بينك تاج مود اللي هو البينك فوق البلاير سو كي يبدا عبد هذاك يبدا بينك فوق انا هذيك اللي تشوفها في الفيديوهات بينك تاج مود ميد باي باونز يا انيبلت تحطو يس وعندك سايز تحطو نورمال ولا لارج ولا سمول حتى كي تبدلها ترى تسكر مايكروفت تحل تقعد لك سمول هذه فائعه صغيره سو جايز هيك وصلنا الفيديو مالك نقول لكم لايك لايك عبرني في الكومنتات وقبل كل شيء قبل كل شيء جميل الكل كان فما مود ما فهمتوش ولا ما عرفتش كيفاه ديسكورد لينك تاعو تلقاه في الديسكريبشن ادخل وابعث لي بريفي اذا تلقاني يعني في الديسكورد ابعث لي بريفي قول المود شنو هو وشنو هي الحكايه اللي ما فهمتهاش في المود وبحاول نعاونك سو تنساوش جايز سبسكرايب ولايك كل اللغه هذيك الكل اند بيس ملتقانا في الفيديو الجاي.